رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات أطفالنا والقرآن، ولازلنا في أصول التعامل وقواعد التواصل ومهارات التفاعل مع الأطفال في ضوء السنة النبوية على نبينا صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وكنا الحلقة الماضية بدأنا الحديث عن أصول التعامل مع الطفل العامل، أصول التعامل مع الطفل العامل أو الخادم كواحد من الفئات الخاصة اللي احنا الحقيقة محتاجين نتعامل معاها تعامل سليم وفق منهاج النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وكمان مش فكرة بس ان هو واحد من الفئات الخاصة، كمان فكرة ان هو محتاجين لمفهوم العدل معاه. يعني دي برضو حاجة من الحاجات اللي يعني لازم نقف معاها، لان كونه ضعيف زي ما قلنا المرة الماضية، هو طفل وضعيف ومحتاج للعمل احيانا، ده بيزود فرصة ان هو يظلم او يهضم او لا يأخذ حقه او لا يمارس العدل معه. طيب، وكنا قلنا ان الحقيقة سيدنا انس رضوان الله عليه بيحكي لنا كتير وبيقص علينا كتير من مواقفه مع النبي صلى الله عليه وسلم ومن خدمته للنبي صلى الله عليه وسلم. وكان كلمنا عن يعني كوصف عام كده لحالته مع النبي صلى الله عليه وسلم وخدمته للنبي صلى الله عليه وسلم في الحلقة الماضية. ان شاء الله النهاردة نستأنف كده نشوف مواقف اخرى لسيدنا انس مع النبي صلى الله عليه وسلم ونشوف بعض الاحاديث الاخرى. سيدنا أنس بيقول: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا. يا الله، جميل قوي دي، ان هو يمكن سيدنا أنس أكثر من مرة يأكد عليها، على حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، انه أحسن الناس خلقا أو من أحسن الناس خلقا. وهيضرب لنا مثال بموقف يمكن أنا قلته في الحلقات قبل كده، بس يعني جاء مكانه واحنا عايزين نتأمل فيه كويس. طيب، هنشوف ايه الموقف اللي يحكوا لنا. وانا قبل ما احكي الموقف، انا محتاج الاول ان اطرح على حضرتك او على حضرتك الموقف، ونشوف احنا متوقع نتصرف ازاي، او في بيئتنا يتصرف إيه؟ كيف يتصرف، مش هقول مع الطفل بقى، لا، مع الطفل العامل او مع الخادم بتاع حضرتك. طيب، لو النهاردة انا عندي طفل بيعمل معايا في المحل بتاعي او في الدكان بتاعي او بيعمل معايا في المؤسسة بتاعتي، وانا ارسلته لشيء ما، وليكن ارسلته مثلا يأتيني يشتري لي شيء من المكتبة مثلا. طيب، وقعدت انتظره فترة، والشيء اللي انا ارسلته بيه ده شيء مهم، يعني شيء مش حاجة يعني اي كلام او ترف او كده، لا، حاجة مهمة ومهمة في العمل. فارسلته وجلست انتظره 10 دقائق، ربع ساعة، نصف ساعة، ساعة، وما جاش. وبعدين لما استبطأت الطفل نزلت في الشارع اروح انا اجيب المصلحة، فببص لقيته بيلعب مع الاطفال في الشارع والصبيان. لو انا في الموقف ده او حضرتك في الموقف ده او حضرتك في الموقف ده، هنتصرف مع الطفل ده الاول ازاي؟ مبدئيا طفل اللي هو العامل عندي، المفروض ان هو بيخدمني، كيف سيتم التصرف معه؟
وخصوصا زي ما قلنا بقى طفل ربما لا يملك القدرة على الرد، في نفس الوقت هو خادم او عامل محتاج العمل، فمحتاج تحمل. لو ده حصل فعلا احنا هنتصرف ازاي؟ بلاش احنا، بنشوف الناس في الواقع بتتصرف ازاي. تعالوا نشوف مع بعض بقى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم عشان يحصل اللي احنا بنطالب بيه دايما، الاعتبار، تأسي والاعتبار. عشان يحصل قبل التأسي والاعتبار ده القياس، انزال المواقف دي على نفسنا، ونحن نتفكر في حالنا وننظر اين نحن منها، ونتفكر في الحال والمآل اللي هو بيسموه التدبر. لكن محتاجين فعلا فعلا احنا نقيس نفسنا على المواقف دي، نشوف احنا فين بالضبط من القصة. طيب النبي صلى الله عليه وسلم تعامل عجيب جدا، رائع جدا، بيحكي كيف كان ينظر لهذا النوع من البشر، هذه الفئة من البشر، كيف كان ينظر لها النبي صلى الله عليه وسلم. طيب عمل ايه النبي صلى الله عليه وسلم؟ هنشوف مع بعض دلوقتي ان شاء الله. سيدنا انس بيقول ارسلني يوما لحاجة فقلت والله لا اذهب وفي نفسي ان اذهب لما امرني به نبي الله، فخرجت حتى امر على صبيان وهم يلعبون في السوق. يعني خرج هو قال يعني خلاص هو فعلا رايح للمصلحة، لكن لقى الصبيان بيلعبوا في السوق، ففضل بيلعب معهم وخد وقته ومضى الوقت. بيقول فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قبض بقفايا من ورائي، قال فنظرت، ايوه النبي صلى الله عليه وسلم بقى هو دخل عليه، ايوه ومسكه امسكه من قفاه، ايوه يبقى خلاص بقى كده هينزل في ضرب، هيشتمه حاشاه صلى الله عليه وسلم، هيعنفه حتى هيقف يعاتبه. فنظرت اليه وهو يضحك بأبي انت وامي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنظرت اليه وهو يضحك رحمة مهداة. سبحان الله، بنقول والله يعني خلق سيدنا النبي فعلا كان صدق وانفعال مش رياء وافتعال، لان اللي هيرائي ده بقى ويفتعل هتخونه مواقف زي كده. فسبحان الله بيقول فنظرت اليه وهو يضحك فقال، شوفوا مش زفت وبعدين مش عارف ايه، انت مش عارف كذا، انت كذا، ويقعد بل يدلله، قال يا انيس اذهبت حيث امرتك بابي وامي صلى الله عليه وسلم. طبعا ده هيجي معانا ان شاء الله الاثر ده في معالجة الاخطاء، يعني كيف يتم معالجة اخطاء الاطفال، يعني ربما نتكلم عنه ان شاء الله ساعتها بالتفصيل. لكن يستوقفك جدا هنا النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء ان هو قبض بقفايا من ورائي، النبي صلى الله عليه وسلم امسكه، طيب عشان هو يتوقع يشوف ايه التصرف اللي يتصرفه النبي صلى الله عليه وسلم، قال فنظرت اليه، اكيد طبعا هو نظر النبي صلى الله عليه وسلم عارف خطأه، سيدنا انس عارف خطأه وعارف انه مخطئ. طيب وهو يضحك، هذه الابتسامة من النبي صلى الله عليه وسلم دي راية سلام، راية سلام، ان هو بيؤكد له ان انت ستسلم مني، هيبدأ يعلمه يلقنه الدرس. يعني سبحان الله الطفل، يعني كنا في مؤسسة تعليمية، يعني كنا بنقول لبعض الاباء والامهات لأولياء الامور، يعني احنا الولد مش جاي علشان خاطر احنا بس نعالج، لا ده احنا يعني نشخص نكتشف، ولما نكتشف ما نزعلش، ده احنا نفرح، يعني نفرح ان الولد ده في احتكاكاته مع زمايله ظهر مثلا ان هو عصبي شوية، ظهر ان هو اناني، ظهر ان هو في السلوك الفلاني بيقول الكلمة الفلانية، ما نزعلش وما نقعدش برضو نبالغ في ردة الفعل ونهول الامور بشكل كبير. متوقع ان يكون في اخطاء وفي قصور، متوقع ان الخطأ ده يتكرر،
مش بس ان هو ان هو الطفل متوقع انه انه يتكرر. اهم نقطه، اهم نقطه ان احنا ما يعني ما نبررش، ما نبررش وما نقعدش ندافع عن الطفل وخلاص، وما نقعدش للاسف الشديد يعني نحامي له بالباطل. لا، عادي طبيعي متوقع. طالما بيروح، انا النهارده لما بكون في المستشفى وحد ياتيني بطفله ويقول لي مش ولا بد، ماله مش عارف، حاسس انه مش قد كده، خلاص شوفوا يعني احنا بقى، وانا يعني عندي في المستشفى وبفحصه او فهاتي وبقول فيه في وبقول له ولي الامر والله لا، ده احنا شكلنا عندنا ممكن يكون في ارتفاع شويه في انزيمات الكبد، وممكن يكون عندنا مشكله كذا، في عندنا مشكله كذا. ايوه، في داخله مش بيبقى مبسوط، ما حدش هيتبسط بكده، بس ما بيقولش ايه لا ومش عارف ايه وانت كذا وانت بتحقد على ابني وانا اكتئبت وانا اتضايقت. بالعكس، بيفرح ان تم اكتشاف الخطأ ده او القصور ده. وبرضه ما بي يعني ما بيهونش المسألة، لان برضه عادي طبيعي جدا ان وظيفة الاطباء انهم يعملوا كده، ووظيفة البيئة الطبية اللي وضع الابن فيها انها تظهر الافات اللي فيه وتعالجها، ما فيش مشاكل، بس ما يزعلش من دي ولا يستهولها. نفس القصة في المؤسسات او البيئات التعليمية، لابد احنا نفهم الامر كده. احنا لما هنجيب طفل ونحطه، اكيد هتظهر منه مشاكل سلوكية وتظهر منه اخطاء، فالناس القائمين نفسهم على النوع ده من المؤسسات لازم يبقى هم يعني متوقعين ان الكلام ده يحصل، صدرهم واسع ليه، متقبلينه مش مهملينه. انا بقول انا في فرق بين التقبل او ان انا اتقبل او ان انا اهمل، لا ما طالبش بانه يهمل، بس على تقبل ان ده طبيعي انه يحصل اصلا. وخصوصا كمان لو حطينا في الحسبان بيئة الطفل الخاصة، ابوه وامه واخواته واحتكاكاته، وبيئة الطفل العامة، المكان اللي هو عايش فيه والمجتمع اللي عايش فيه والمكان اللي كان عايش فيه قبل كده، كل ده يخلينا يعني نتقبل امور معينة ونتوقعها ومش نهمل. يعني الشارع العادي النهارده الاطفال بيتلوثوا باشياء كتيره، لو ماشي في الشارع هيقعد يسمع مش عارف كلام يعني ما يليق، هيشوف حاجات لا تليق، هيسمع عن تصرفات في مصيبه كبيره اسمها الكرتون والتلفزيون والانترنت ووسائل الاعلام، بتعمل يعني للاسف الشديد بتلوث الاطفال بكتير من المشكله. فاللي اقصده احنا بنطالب ان احنا نتقبل مش نهمل، ونتوقع مفيش مشكله، ودي حاجه متوقعه. ولازم ده يخلينا احنا نفسنا بقى عادي، صدرنا واسع، انا متوقع ان ده يحصل. الطبيب لما مثلا على سبيل المثال بيفحص الطفل ده ويكتشف ان عنده مثلا المشكله الفلانيه، مثلا عنده التهاب كبدي وبائي الف مثلا، ما بيقولش بقى خلاص ومش عارف ايه وانا احبطت والله انا زهقت من الواد ده، كل مره يجي بالتهاب كبدي وبائي، برضه تاني نازله معويه، تاني جاي لي بالنزله الشعبيه، انا خلاص زهقت، انا احبطت، انا مش عارف كذا، انا متضايق، عندي مشكله كبيره، صدمه، انا اكتشفت حاجه خطيره، اكتشفت حاجه خطيره، اكتشفت حاجه خطيره. لا، مش بيبص المساله كده. ولا ولي الامر بيقعد يبص للامر الوالد او الوالده ويقعد يقول لك لا انا مكتئب انا زعلان. بالعكس، احنا يعني بنفرح ان احنا عرفنا حاجه، وبناخد التدابير والخطوات اللي احنا نحاول بيها نعالج المشكله دي، بل نحصن الطفل كمان يقع فيها تاني. وبنبقى عاملين حسابنا ان في انواع اخطار او اضرار بتتكرر. يعني احنا عندنا في مثلا حاجات في على مستوى الابدان في الطب بنسميها ليها ريلابسنج نيتشر، يعني هي بترجع، يعني بتروح ترجع بتروح، يعني عادي طبيعتها كده. لو جال الطفل منها نوبه يبقى هيجي له 3 4 نوبات وراها تاني، هي طبيعتها كده. الطفل مثلا اللي بيجي له مثلا نزله شعيبيه مثلا، اكبر مراجعنا مثلا في طب الاطفال بتقول كده، بتقول ان الطفل بيجي له نزله شعيبيه مثلا او مشكله في الجهاز التنفسي مثلا، بيقعد حوالي من 3 شهور ل 9 شهور عرضه ان يدخل في ادوار مشابهه تاني مره واثنين وثلاثه، فده متقبل، بيبقى يعني متقبل. ما بنجيش بقى نكتئب واحنا زهقنا واحنا عالجناه ورجع له تاني ليه ومش عارف ايه والقصه دي. لا سيما كمان لو كان احنا المعالجه ما كانتش معالجه كامله قوي، يعني المعالجه ما كانتش معالجه
اجهزت على المرض، ربما كانت تعاملت مع الاعراض، ربما ما تمش المداومه على العلاج ده، فلا بد انه يتقبل. يعني هي الامر كده، ما يخص الايمان والوجدان كما ما يخص الابدان لا بد تتفاهم المسائل في هذا الفلك. يعني فالشاهد هنا في خطأ متوقع. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيضحك هنا ليه؟ قلنا قبل كده من الحاجات المهمة قوي في أخطاء الأطفال تقدير طفولة الأطفال، تقدير طبيعة الأطفال، تقدير طبيعة الطفل ان هو هيخطئ وان ده طبيعي وان دي مش حاجة، دي منتظرة. زي انا كنت بقول مرارا وتكرارا، انا بعلم، انا النهارده انا بعلم مثلا شخص مثلا لا يعرف العربي، فبعلمه بقول له ده حرف الالف وده حرف الباء وده حرف التاء، عرفتهم له، فقام لازم اخليه يقوم يقرا، فمش عارف، فبيقول لي ده باء، ملخبط مثلا بين الباء والتاء والثاء، فيقول لي ده ايه، يقول لي تاء، يوه يوه، وبعدين بقى انت عملت لي اكتئاب، انت ضايقتني، انت قرفتني، انت طب ما عادي، ما المتوقع انه يخطئ مره عشان اصحح له، يخطئ الثانيه الثالثه الرابعه، ده العادي. ما حدش بيعلم مثلا طفل سواقه الدراجات ويتوقع انه هيمسك الدراجه، مش لا عادي، احنا متوقعين ان عادي يخطئ مره والثانيه والثالثه، ما اسمه تعليم يعني ايه؟ تدريب يعني ايه؟ لازم انا اكون يعني ما اكتئبش بقى اللي احبط من الخطا اللي ان عادي مره في الثانيه في الثالثه بس بتعلم، بس احنا عارفين ان في النهايه اتعلم. هي دي القضيه، فضلا بقى عن ان مثلا اجي اقول له ايه، يلا ها ده ايه باء، يو مش عارف الباء من التاء من الثاء، وكمان ما علمتوش، واقعد بص انت محروم من كذا عشان انت مش عارف الباء من التاء، انت هتتعامل بشكل فني عشان انت مش عارف التاء من الثاء، انا اصلا علمته. ده اللي بيحصل على المستوى السلوكي، ان احنا زي ما قلت قبل كده نقعد نلوم واحنا ما علمناش اصلا، وربما نعاتب، ربما نعاقب، واحنا ما علمناش طفل اصلا. طيب علمناه واخطا، وارد انه هيخطئ تاني وتالت ورابع وخامس، يعني دي لازم يتفهم ده، انه طبيعه ان هو طفل بتخليه استعداده لاستقبال التكاليف واصلاح اخطائه والكلام ده مش سهل، او يعني في الغالب ما هيجيش من مره، يعني هو مش آله اللي هو هندوس على الزر هنلاقي الطفل اختلف وما بيعملش الشيء الفلاني، ده متوقع يعني. المهم، فبابي امي صلى الله عليه وسلم يعني المح ان هذا اللون من التعامل كان مرتبط برضو بمفاهيم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عن التعامل مع الأطفال، بمعرفته للطفل وطبيعة الطفل، لأن ده لا شك هيفرق. النهاردة أنا لما أكون متوقع، على سبيل المثال، أنا بعلم طفل هو سوبر 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 جينيس، عبقري للغاية، وبيقولوا لي إن هو الولد بيفهم من مرة واحدة، فأيوة ممكن أنا يعني اشعر بالضيق شويه او الزعل لو ما فهمش مني من اول مره، وتاني مره برضه ما فهمش، ثالث مره ما فهمش، يعني حاسس ان في مشكله، ربما المشكله عند الولد، مشكله عندي، مش هبقى مبسوط. انما لو جابوا لي ولد مثلا بيقولوا لي ان الاي كيو بتاعه او معدل الذكاء بتاعه مثلا ضعيف جدا، وده عشان خاطر يتعلم الحاجه دي محتاج على الاقل انه يكررها 10 مرات. انا لو هو استجاب معايا من 10 مرات في منتهى السعاده، 9 مرات ببقى طاير من الفرح، 8 مرات يا الله حاسس اني عملت انجاز كبير. ايه اللي خلاني هنا بقى المره الاولى والثانيه والثالثه والرابعه والخامسه والسته عادي خالص وما احبطش؟ ان انا فاهم ان طبيعه الطفل الذي امامي ان هو محتاج اكتر من مره عشان خاطر الكلام ده يحصل. ودي مهمة جدا في التعليم، مهمة جدا في التعامل مع الطفل، ان لما ادرك طبيعته افهم ان هو مش من المرة الاولى من التوجيه هيتخلى عن هذا السلوك، مش من المرة الاولى من التعليق على الخطأ ده او التعليم هينفذ الكلام ده ويستجيب ليه. مهم، فيعني المح ان لعل النبي صلى الله عليه وسلم، او اكيد فعلا فهم النبي صلى الله عليه وسلم لطبيعة الطفل، تقديره لطفولة الطفل،
بيخليه متوقع منه حاجات. وقلنا قبل كده بلاش نرفع سقف التوقعات في التعامل عن الواقع، الواقع اللي المرتبط بالشخصيات اللي قدامنا. يعني ما ترفعش سقف اللي توقعاتك لسلوك مثلا زوجتك، لسلوك اخوك، لسلوك اختك، لسلوك ابنك، ما ترفعوش لسقف لا يناسبه، يعني سقف يناسبك انت. يعني خلي السقف ما يناسبه هو، مش ما يناسبني انا. يعني ما يناسبني انا ان ابني ده يبقى عامل زي الآلة، دوس على الزر اشتغل، شيل الفيشة يوقف، يعني ده ما يناسبني انا، بس في الحقيقة ده لا يناسبه هو، مش هو ده الواقع اصلا، ده مش متماشي مع طبيعته هو. فبلاش السقف ده، خلي السقف على ايه؟ ما يناسبه هو، ما يتماشى مع طبيعته هو. برضو نفس القصة، انا زوجتي يعني ما يبقاش السقف ما يناسبني انا ويتماشى معايا انا، لا، المرتبط بطبيعتها هي. الزوجة مع زوجها، مش اللي انت اللي انت نفسك يناسبك او شايفاه انت دقيقة ومش عارف ايه ومهتمة ومنظمة، والراجل مش كده. فالسقف ده ذاته لما ترفعيه بزيادة انت، لا، ده يناسبك انت، انت يناسب ده. فضلا بقى كمان مش هقول عن الطبيعة العامة للرجل، الطبيعة العامة للمرأة، والطبيعة العامة للطفل، لا، حتى كمان الطبيعة الخاصة لزوج حضرتك، هو اكيد عنده حاجات تخصه، وزوجة حضرتك عندها حاجات تخصها، وانا ابني عنده حاجات تخصه، وابنك عنده حاجات تخصه غير ابني، وهكذا. فكمان بقى مش هقول بقى يعني التباينات العامة، لك تباينات خاصة كمان. فسقف التوقعات المتوقع من التصرف او من السلوك يبقى متماشي مع ما يناسب الشخص، مش ما يناسبني انا، متماشي مع واقع الشخص ورؤيته، مش الموقع اللي انا اتمنى ان هو يصير اليه، متماشي مع الموجود مش مع المنشود. يعني لازم المسألة دي تكون برضو ايه، واضحة في اذهاننا، لانها بتعمل مشكلات كتيرة وبتعمل اضطراب كتير، والناس بتزعل من بعضها ومبتتحملش بعضها ومتصبرش على بعضها. ده يعني الى حد كبير عنوان مهم جدا في التعامل مع الاطفال واخطائهم. المهم، فالمتوقع من طفل انه لما يرى اطفال بيلعبوا هو لا يتملك نفسه وقد ينسى كل شيء مهما كانت المهام. انا بالنسبة لي شايف دي مهمة كبيرة، استراتيجية، حاجة ضرورية، اللي المصلحة دي في غاية الاهمية، لكن الطفل يراها كذلك. انت ما جبتوش قلت له ايه، خلي بالك ده الورقة دي هيترتب عليها مش عارف التأخير بتاع كذا، بتاع رسالة الدكتوراه بتاعت فلان، اللي هيترتب عليها كذا، اللي هيترتب عليها كذا، الطفل ما يعرف كل هذه الاشياء. انت شايف ان لا، دي حاجة ضخمة وصعبة ومرتبطة بمشاكل مش عارف ايه وحاجات سوسيولوجية ومش عارف وكذا، الطفل ماليش دعوة بالسوسيولوجيا، ماليش دعوة بالديموغرافيا، ماليش دعوة، يعني الكلام ده هو يعني هو بالنسبة له مش شغله للدرجة دي. هو بيئة التفكير بتاعته بيئة محدودة جدا، بتكبر كل شوية كل شوية، يعني بيبقى بيفكر في نفسه بس، بيفكر في المحيط اللي حواليه، العابه مش عارف وقطه، بيفكر في اسرته، بيفكر بعد كده في مدرسته، مجتمعه، يعني ما بيطلعش بره الكلام ده. مش بقى ما يقعدش بقى يفكر بقى في ازمه الطاقه في العالم، ولا يفكر مش عارف في الاحتباس الحراري، ولا يفكر في ثقب الاوزون، مش هيفكر في الاشياء بالشكل ده. المهم دي في حد ذاتها هتفرق في تعاملنا. فنفس القصة، انت ما يتصور من يعني وبأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، الحاجات اللطيفة كمان اللي برضو يعني لعلها تلمح هنا، ان النبي صلى الله عليه وسلم برضو مدرك ما يتوقع من طفل عامل، من خادم. يعني انت لما يكون عندك ولد في الحلقة، يكون عند حضرتك بنت في الحلقة، هو بيعمل ويكدح، لا شك ان يكون رغبته في الانطلاق واللعب والحركة اكتر، واحنا هنا نراعيه ما لا نراعي غيره، ونتحمله ما لا نتحمل غيره. يعني لو عندنا طفل تاني هو بقى اهله مهتمين بيه وبيلعبوا وبيروحوا وبيجوا في مدرسة مش عارف ايه، بخلاف طفل ربما يكون مثلا يتيم، هو اضطر انه يعمل وهو عنده 10 سنين ولا 11 سنة، بيطلع من مدرسته بيروح يشتغل في مثلا في ورشة، ولا بيشتغل في محل،
يا دوب بياخد اجازه يوم الجمعه، بيجي يوم الجمعه ده حلقه معاك او البنت بتيجي حلقه مع حضرتك، لا شك ان بيبقى هو عنده استعداد كبير لان هو يلعب ويتحرك شويه وياخد راحته ويعيش طفولته. فبرضه بابي وامي صلى الله عليه وسلم بنشوف ان هو مدرك برضه ان سيدنا انس في، وان كان سبحان الله يعني ما كانش عايش مع النبي قضيه الخدمه دي ولا الضغط بتاع الخدمه ولا القصه دي، بل اصلا يعني لما نشوف اصل القصه هو ما كانش فكره الخادم اللي هو بقى مذلول ومكسور ومش عارف بيتعامل معاه وبيتشتم وبيروح وبيجي اطلاقا. ده تلك المراه العاقله الحكيمه. سيدنا انس اصلا هو نسيب في قومه وحسيب في قومه، يعني مش حد كده سهل. لكن تلك المرأة الصالحة أم سليم، لما النبي صلى الله عليه وسلم جاء المدينة فقعد تفكر في أفضل حاجة لابنها، أفضل حاجة لابنها. يعني هي ما كانتش، أنا حد يقول طب مش خدت ابنها وشغلته خادم ومش خادم، هذا عين الشرف. هقرب لكم المسألة عشان بس بعض الناس يعني في أمور ما بتفهمهاش للأسف لما يعني يتكلم على الواقع. النهاردة لو انت عرفت ان العالم الفلاني الحائز على جائزة نوبل في الطب جاء وعاش في الشارع اللي انت عايش فيه وقال ان انا محتاج طفل يلازمني، يعني يناولني بعض الحاجات، ممكن مثلا ينزل يشتري لي مثلا حاجات يساعدني، ان هو مثلا ممكن اقول له على بعض الحاجات البسيطة اللي يعملها لمدة ساعتين او ثلاثة في اليوم. انا على يقين ان اغلب الاباء والامهات هيعتبروا دي فرصة ذهبية، بل هيروحوا يقدموا لابنهم علشان ويتحايلوا على الرجل ده عشان يقبل ان ابنهم اللي بيقوم بيه الولد ده هيبقى نوع خدمة، وخدمة حقيقة يعني، وبيخدم ذاك العالم، فهيفرحوا ويقولوا لا ده فرصة جميلة ان ابني يحتك بهذا الرجل، وخصوصا اذا كنت واثق بقى كمان ان هو يعني سلوكه طيب وخلقه طيب، ان ابني مش هيمتهن ولا هيتبهدل ولا هيحصل له، ما بعتبرش ده اهانه لابني، بالعكس ده انا احسنت اليه ايما احسان، ان انا دي فرصه ذهبيه ان يكون عنده لون احتكاك بهذا الرجل العالم الكبير اللي هيعمل اللي هيودي. اتمنى تكون وصلت المساله. السيدة أم سليم امرأة عاقلة حكيمة، ويعني أنا واحد من الناس يعني أغبطها على هذه يعني الفرصة الذهبية إن يتاح ليها إنها تبعت ابنها يخالط النبي صلى الله عليه وسلم، يعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم كما يعيش الابن مع والده، يخدم النبي صلى الله عليه وسلم ويساعد النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأمور، ويتعلم من خلق النبي صلى الله عليه وسلم، يتعلم من سلوك النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك سيدنا أنس كان يعني فرح بذلك فرحا شديدا، ومش اللي هو بقى راح يعني نسأل الله العافية بقى زي ما بنشوف النهاردة امتهن ولا ظلم ولا هضم، لا بالعكس، يعني احنا بنشوفه ازاي بيحكي عن اللي حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم، وفعلا كانت نقلة نوعية في حياة سيدنا أنس. يعني فعلا سيدنا أنس لو ما كانتش السيدة أم سليم خدت الخطوة دي ربما سيكون إنسان عاديا، يعني ما كانش هيكون سيدنا أنس، ما كانش هيكون الشخص اللي هو حضر الحضور ده في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وأراد الله سبحانه وبحمده أنه يفضل شريك للمؤمنين في كثير من أجور أعمالهم إلى قيام الساعة في تلك المرويات التي رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم. تقريبا لا يخلو واحد مننا هيكون بيقوم بعبادة أو بيعمل خير أو بيعمل طاعة انطلاقا من حديث يعني للنبي صلى الله عليه وسلم يكون رواه سيدنا أنس بن مالك، حافظ يعني أشياء كثيرة من الدين وبقى شريك لتقريبا كل المسلمين إلى قيام الساعة في كتير من أجور أعماله. فكان أنس وانتفع بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم انتفاعا كبيرا. ولذلك فهي مسألة يعني خدمة سيدنا أنس النبي صلى الله عليه وسلم ما كانتش خدمة بمفهوم بقى الخدمة اللي عندنا النهاردة. وفعلا كان الصحابة وهنشوف الكلام ده
يعني بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يصحح مفهوم الخدمة، ويصحح مفهوم ان اللي عندي ده مين بالظبط، وعلاقتي بيه ايه، وطبيعة التعامل معها تكون ازاي. فالشاهد يعني ان هنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني تعامل مع خطأ سيدنا انس فيضحك، ان هو متوقع يعني سقف توقعاته لسيدنا انس. سيدنا انس ما خلفوش كتير يعني، لم يكن دونه ولم يكن فوقه. فسيدنا انس بيقول فنظرت اليه ويضحك فقال يا انيس، برضو بترفق بيه، لان هي مش الفكرة ان احنا نقعد يعني احنا كسبنا ايه لما نقعد نعنف الطفل ولا نشتمه ولا نضربه ولا روحه ولا تعالى ولا كذا وفي النهايه ما حلناش المشكله. لا، احنا عايزين يعني نترفق بيه عشان نقدر ننبهه للخطا بتاعه. وفي اوقات كتير، في اوقات كتير حسن المعامله وحسن السلوك مع المخطئ بيكون اوقع على النفس من الضرب ولا اللوم ولا التقريع ولا غيرها، بل احيانا الصفح والتجاوز والتغافل بيبقى اوقع في نفسه من مجرد التصريح والكلام والتقريع واللوم وغيرها. المهم سيدنا انس بيحكي لنا ان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول قال له يا انيس اذهبت حيث امرتك؟ وكده النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا حاجة في منتهى الأهمية، ان احنا عايزين نعود الاطفال على مسألة التثبت. بمعنى انا النهاردة ظنيت شيء معين في الطفل او في سلوك هذا الطفل، المفروض انه يعني انت شكلك عملت كذا او ما عملتش اللي اتفقنا عليه او اخطأت في الشيء الفلاني، ما نبادرش بالمعاقبة او بالمحاسبة او بالمعاتبة واحنا ما تأكدناش، نتبين الاول. فبأبي وامي صلى الله عليه وسلم، في الغالب القرائن بتقول ان سيدنا انس لم يذهب حيث امره النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينجز ما طلبه النبي صلى الله عليه وسلم منه. ورغم كده النبي صلى الله عليه وسلم اراد انه يستبين منه الاول، اراد انه يستبين منه الاول. طيب فقال اذهبت حيث امرتك؟ فقلت نعم انا اذهب يا رسول الله. طيب انا اذهب ان شاء الله. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم ما استوقفوش بقى وقال له طب ليه وعملتش وموديتش ومش عارف ايه وهو ده اللي اتفقنا عليه وكذا ومش عارف، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحك فعل معه ما فعل، وكأنه بسؤالي اذهبت حيث امرتك كأنه بيقول له ايه، طيب اذهب فانجز الامر. يعني فبأبي وأمي صلى الله عليه وسلم ده كان تعامل مع طفل عامل. أحاديث كتير جدا بيرويها سيدنا أنس عن تعامل النبي صلى الله عليه وسلم معاه. أنا بس يا جماعة كنت حريص هنا كمان أحكي موقف خطأ، يعني مواقف أخطأ فيها سيدنا أنس أو قصر فيها سيدنا أنس، بس عندنا بقى موقف كتير مش خطأ ولا حاجة. النبي بيبادره بحسن المعاملة، بيبادره بالسلوك الطيب. يعني دي مسألة برضو ايه يعني مهمة، مش بس فكرة بقى ان هو اساء او مش عارف ايه او اخطأ، لا، حتى في يعني زي ما قلنا بيقدره بيحترمه بيزوره في بيته يعني بيسر اليه بامور وحاجات كتيرة كمان لسه هنتعرف عليها ونشوفها. ما تنسوش سيدنا انس بالذات علشان هو حاضر معانا حضور كبير. الحقيقة الموضوع ما كانش يخص النبي بس، يعني احنا نشوف مواقف تخص النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مواقف يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي بطل هذه المواقف، وفي أوقات يكون مش النبي البطل، لا، النبي صلى الله عليه وسلم يكون بيشاهد شيء فيتدخل ما يسكتش. يعني سيدنا أبو ذر المعرور يقول إيه، لقيت أبا ذر بالربذة وعليه حلة وعلى غلامه حلة. يعني في حد بيحكي بيقول ان انا انه التقى سيدنا ابو ذر رضي الله عنه. طيب فلقى سيدنا ابو ذر لابس حلة جميلة ولقى غلامه، الغلام بتاعه اللي بيخدمه طفل، لابس حلة. طيب فسألته عن ذلك، يعني ده لابس زيه زيك، يعني مثلا لو هو لابس بدلة لابس بدلة زيه، لو هو لابس مش عارف ثوب كده جميل انيق
مثلا جلابه زي ما بيقول اخواننا المغاربه، لابس جلابه زيه انيقه كده. فهو استغرب، يعني هو في تصوره ان الخادم مش بيلبس زي سيده يعني، او كده، او بيلبس زي الشخص اللي بيخدمه. فسأل سيدنا ابو ذر ايه الحكايه؟ فقال اني سببت رجلا فاعرته بامه، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا ابا ذر اعرته بامه انك في امرؤ فيك جاهليه. ماشي، ده موقف سيدنا انس المشهور. الشاهد هنا بقى سيدنا ابو ذر بيقول النبي قال له ايه؟ قال اخوانكم خوالكم جعلهم الله تحت ايديكم، فمن كان اخوه تحت يده فليطعمه مما ياكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم فان كلفتموهم فاعينوهم. الله اكبر. شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيوصي بايه؟ يعني ما يعني لا مش ممررش الموقف لما لقى ان سيدنا ابو ذر في امر ما قصر واخطا. يمكن الحديث مهم بالنسبه لنا عشان سيدنا ابو ذر عمل الكلام ده مع الغلام طفل. ف النبي صلى الله عليه وسلم اخبره ان هذا الخادم او ذاك الطفل العامل من اصول التعامل انك تعتبره اخوه، مش بس كده، وانت مسؤول عنه وهو تحت امرتك وفي رعايتك وفي رعيتك. ولذلك النبي يقول فمن كان اخوه تحت يده فليطعمه مما ياكل، يعني ياكل اكل معاه، وليلبسه مما يلبس. شوف الحق اللي كفى له النبي صلى الله عليه وسلم، شوف اللي بياكد عليه النبي صلى الله عليه وسلم من التعامل. ولذلك لما نيجي النهارده نقول طفل عامل، لا لازم يعني يبقى بنشوف للاسف الشديد بعض مثلا ناس اللي بيعملوا في امر تعليمي ما، وفي طفل يعمل في المكان ده او والده او والدته، مش هقول حتى هو نفسه، احيانا ممكن والده او والدته يعملوا، يقول لك لا اصل ده يعني ده ابن العامله، إيه ابن العامل، اصل ده مش عارف ايه. لا، ياكل مما ياكل، يلبس مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم. يعني حتى لما تكلفوا بحاجه تكلفوش بحاجة تكون صعبة عليه أو تغلبه أو هو مش هيقدر يوفي بيها. فإن كلفتموهم فأعينوهم، يعني لو أبيت إنك تكلفه تعينه كمان، يعني خلاص أنت بقى اضطررت لتكليفه بأمر معين تعينه على ذلك الأمر. فشوف انظروا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي فيما يتعلق بالمسألة دي. بل النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم أو إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه، يعني أنت جاي قاعد أهو والخادم بتاعك جالك بالطعام، فإن لم يجلسه معه فليناوله أكلة أو أكلتين أو لقمة أو لقمتين، فإنه ولي حره وعلاجه. سبحان الله، بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. في ضبط أكلة وفي ضبط أكلة، تمام؟ المهم النبي صلى الله عليه وسلم بيوصي ان انا النهارده لو عندي هذا الطفل العامل الذي اتاني بالطعام، الوصيه ان يجلسه معه. طيب انت ما جلستوش معاك، على الاقل يناوله اكله او اكلتين، يعني او اكله او اكلتين، لقمه لقمتين. شوف النبي بيقول ايه؟ فانه ولي حره وعلاجه. دي حاجه مهمه قوي في التعامل مع غيرنا يا جماعه، ان انت في اوقات تقول ايه، وده بيعمل مشاكل. يعني الزوجه تقول لا ما هو طب ما كده كده واجب عليه ان هو ينفق علينا. طب ما عايزين نقدر ان ده فعلا تعب وراح وجا واشتغل عشان يوفر المال اللي احنا بننفقه النهارده باريحيه وبنحرقه. ده الرجل يقول على المراه لا ما كده كده عادي، يعني ما هو ده إيه؟ وانا متجوزها ليه؟ ما الست لازم تخدم جوزها، والست لازم تعمل وتودي وتطبخ وتكنس وتغسل وتخلي بالها من العيال. يعني ايه يعني؟ ده واجب عليها، ما انا متجوز مش عارف، ما انا تعبان في كذا وعامل كذا وانا دافع لها مهر وعامل ومودي. للاسف الشديد ان احنا هذه النظره بتخلينا لا نشكر للناس ولا نوفيهم حقهم. طيب هنا المفروض ان الخادم ده اجير وياخذ اجره، ولكن رغم كده النبي صلى الله عليه وسلم بيلفت انظار ان احنا نبصش الموضوع كده، ان يعني ده واجب عليه وضروري وكذا. لا، ده الانسان ينظر
لكل حاجة جميلة أو جيدة في اللي قام به الشخص ده. فبيقول فإنه ولي حره وعلاجه، حر الطعام يعني حر النار في الطبخ ومعالجة الطعام وراحه جه. ما تقولش بقى إيه يعني، وزيك سبحان الله بعض الناس مثلا ممكن يكون في مثلا في مطعم وجاء الويتر أو الشخص اللي بيعمل في المطعم ده هو قدم له الأكل أو الطباخ جاب الأكل، ف يعني حتى ما يقولوش شكرا، ما يقولوش جزاك الله خيرا، ما يقولوش كذا، يقول لك اه ده بياخد فلوس على كده. شوفوا يعني، شوف الى اي مدى النبي صلى الله عليه وسلم بيرتقي بالتعامل مع البشر، الى اي مدى ان انا ابني النهارده هو واخد اقول له إيه جزاك الله خير انا بشكرك على كذا، ما اقولش لا، ما طبيعي ان الولد يسمع كلام ابوه، ما طبيعي ان هو يخدمني. امال مين هيخدمني؟ زي النهارده لما بنتك مثلا تروح تملى لك كوبايه ميه وتيجي تقول لها شكرا حبيبتي جزاك الله خيرا بارك الله فيكي، لا طب ما طبيعي انها تعمل كده، امال يعني مش عارف ايه. فينظر لايه؟ للمساله دي، ان الانسان اللي تكبد عشاني مشقه، الطفل اللي تكبد مشقه عشاني، انا محتاج اشكر له ذلك بل واكافئه عليه. لذلك يعني من الحاجات المهمه برضو اللي نلتفت ليها ان التعامل مع الطفل العامل بيبقى بالفضل مش بالعدل، بالفضل مش بالعدل. يعني ما اقولش بقى لا هو العدل كذا 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 كذا، ده اللي اقصده بالعدل يعني، لا كمان نتجاوز ذلك الى الفضل. طيب بل الامر وصل زي ما سيدنا عبد الله بن عمر بيقول انه جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كم اعفو عن الخادم. طيب احنا قلنا كده دي وصيه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في الايه؟ في الاحسان اليه، تلبسه ما تلبسه وتاكله تعطيه ما تاكل. طيب طب ماذا عن الاخطاء؟ يمكن مر بنا النبي صلى الله عليه وسلم نفسه تعامله مع الخطا، بس نشوف حد بيساله. فقال يا رسول الله كم اعفو عن الخادم. يعني ده حديث يعني العلماء يتكلموا فيه وكتير من العلماء بيحسنوا يعني. الترمذي قال عليه حسن صحيح. فقال كم اعفو عن الخادم، واحد بيسال النبي صلى الله عليه وسلم، الخادم هو بيعمل معي اعفو عنه. فصمت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا رسول الله كم اعفو عن الخادم، فقال كل يوم 70 مرة. وفي رواية ابي داود قال كم نعفو عن الخادم، فصمت ثم عاد عليه الكلام فصمت، فلما كان في الثالثة قال اعفو عنه في كل يوم 70 مرة. الله اكبر يا الله. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيوصل رسالة ان احنا يعني نعفو عنه بلا عد. يعني ده مين لا يخطئ 70 مرة في اليوم؟ فكرة ان الاصل، يبقى ده بقى اصل تاني في اصول التعامل، قلنا النهاردة اصل الايه؟ التعامل بالفضل لا العدل. اصل تقدير طبيعة الخادم وتقدير الظروف اللي هو فيها، او تقدير ان ده طفل عامل. قلنا برضو من الاصول المهمة هنا اصل ان الاصل العفو، الاصل العفو المحو، تمحى الاشياء دي وما ناخدش انطباعات ونفضل نعامل الاطفال في ضوء هذه الانطباعات. دي مسألة مهمة جدا جدا جدا. يعني انا يعني عندي كتاب اسمه بالوحي ناحية، في مقالة كده اسمها انا لست انا لقد تطورت، اللي هو الناس اللي عايزين يسجنوا الشخص في ايه؟ في بين جدران خطأ قديم ليه، ولا خطأ ليه هو صغير، ولا خطأ ليه ولم ينضج بعد. فمن الضروري ان احنا الطفل ما نفضلش حطينا انطباع وعنده خطأ ونحطه في فلك الخطأ ده، ونفضل عمالين نحاسبه ونعاقبه منطلقين من النظرة دي. لا، زي ما النبي أشار صلى الله عليه وسلم 70 مرة، سامحه وتمسحها وتبدأ مع صفحة جديدة، امسحها وتبدأ مع صفحة جديدة. دي حاجة مهمة جدا جدا. ده الخادم يعني، ودي ده أصل مهم في التعامل مع الطفل، إن أنت تمسح وتبدأ صفحة جديدة، تمسح وتبدأ صفحة جديدة. أصل الواد ده شكله مش عارف إيه، لا هو بيتطور كل يوم، كل يوم زي ما هو بيتطور على بدنيا هو بيتطور سلوكيا وخلقيا، لازم نفهم المسألة دي، وبيتطهر وبيكون أحسن. طيب إن شاء الله نواصل بإذن الله رب العالمين في الحلقة القادمة الحديث عن هذه المسألة المهمة وهي أصول التعامل مع الطفل العامل. اللهم نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رحمن يا رحمن.